تبارك الله عليك يا حاتم. نو تبارك الله عليه. Bon, je suis content d'être là et on vient représenter pour lui et aussi surtout sa femme qui avait eu un petit problème il y a pas longtemps, donc ça on rigole pas avec ça. Donc c'est une façon d'être là, de lui saluer, de le représenter, de le soutenir et en même temps de venir porter un respect pour son travail, sa famille, sa femme. On l'aime beaucoup, c'est un monsieur qu'on apprécie. حاتم عارف هادشي انا من لي فان ديالو من يلاه بدا تبارك الله وشق طريقه بنجاح الحمد لله. اغنيه ديال عيشه ليله انا سمعتها وشفت الكليب داكشي واعر واعر بزاف. من الاغاني اللي كانوا قراب عندي لقلبي صراحه كانوا اغاني بزاف ولكن ما عرفتش انا اللي قاستني بزاف بزاف زعما كلهم زوينين ولكن اللي قاستني بزاف هي هذيك سميتها لامور باقي حاكمني. لامور باقي انا حاكمني ودرت لها واحد الكوفر في انستغرام ديالي المهم عبرت انا برايي ديالي. تبارك الله حاتم غني عن التعريف ومعروف المجهودات ديالو في الصحه الفنيه فهو فنان مجتهد عصامي كيف ما كنقولوا بنا نفسه بنفسه بدا من بلاده وهذا الشيء زعما كيشر زعما شرف كبير لينا حنا كفنانين اننا نشوفوا زعما فنان اللي بصم واحد البصمه كبيره بالمجهودات ديالو الخاصه وهذه اهم حاجه. اولا العلاقه اللي كتربطني بحاتم عمور هي علاقه ديال الصداقه وديال الاخوه لانه حنا تعرفنا شحال هذه في 2004 فاش كنت يلاه بديت انا في دوزام وكان هو ايضا بدا في برنامج استوديو دوزام ومن تما العلاقه ديالنا طيبه الحمد لله بحال خوت كنتلاقاو كنتعرفوا كنسولوا على بعضياتنا ومشيت عنده لدارو جاني لداري يعني علاقتنا طيبه الحمد لله. العمر ديالها تقريبا 16 سنه الان. حاتم عمور اليوم غادي يلونسي اخر اغنيه في الالبوم ديالو بلا عنوان واللي ان شاء الله كنتمنى ليه التوفيق وان تحقق نفس النجاح اللي حققته اللي حققوه في الاغاني الاخرين. الاغاني اللي عجبوني عند حاتم عمور في الالبوم ديال بلا عنوان عجبتني اغنيه قلبك يمشي لحالو، عجبتني الى راح الغالي، عجبتني واش يبقى لي، هي راه هي اسمها. شكرا.